السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الفطار بتاعنا معاكم. انا معايا هنا بصل وطماطم بالشكل ده كده، نقطعهم. هنعمل صينيه فراخ يا جماعه في الفرن ان شاء الله. بس ايه، هنعمل لها اول فرشه كده بطماطم وبصل، وبعدين احطها في التتبيله بقى واعملها. بالشكل ده كده، عشان طبعا ايه نحط عليها الفراخ. ركنت هنا البصلة مع الطماطم، وهنا عن فرمة بصل وفلفل. ده فلفل يا جماعة على بصل اهو بالشكل ده، هحطه هنا هتبل فيه الفرخ. ده كده اهو، هنجيب له التوابل بتاعته. بسم الله، هنحط ملح طبعا. الفلفل اللي انا حطيته قرن فلفل احمر وقرن اخضر، بس حارين يا جماعه. ده فلفل شوية، كمون، شوية كده كده بالشكل ده اهو. حط شوية توابل فراخ اهو، شوية كزبرة. كزبرة ناشفة يا جماعة بتخلي الأكل جميل. كده تمام. جيب الحاجات السايلة ونجيلكم. حط شوية خل مش كتير. معلقة دبس رمان اهي، دبس الرمان بيخلي الفراخ جميلة يا جماعة. وكمان هنعصر ليمون. كده يبقى التتبيلة بتاعتنا خلصت. نجيب بقى الفراخ بتاعتنا. بسم الله، ندخل فيها من كل حتة كده التتبيلة، ونحطها في الصينية. طبعا مقطعاها غسلها حلو ومقطعة عشان التتبيلة تخش فيها بالشكل ده اهي. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم بجد، هتبقى يعني ايه جميلة جدا. هحطها شوية على البوتاجاز من فوق، وبعدين اكملها في الفرن بالشكل ده كده. اكمل بقيتها بقى وارجع لكم تاني. كده يا جماعة خلصناها بالشكل ده اهي،
مش هحط عليها اي ميه ولا اي حاجه، انا هولع بس عليها البوتاجاز واسيبها طبعا تسويها في التتبيله، بس انا مستعجله عليها، تسويها في التتبيله لان العصر ده خلاص وهعمل حاجات تانية لسه. ف يعني نص ساعه كده بالكتير وهولع عليها، مفيش اكتر من كده. تمام، وهنشوف هنعمل ايه بقى تاني ان شاء الله لما تخلص نوريها لكم. هنا يا جماعه هعمل بطاطس كده، انا مقطعه فرمه بصل على قرن فلفل، حطيت عليهم شويه زيت هعملهم عشان البطاطس، هديهم تقليبة كده وفرمة معاهم فصين توم كمان، توم بيخلي البطاطس حلوة. وهنا مولعة الفراخ بالشكل ده اهي، هديها بس يعني غلوتين كده على النار وبعد كده هكملها في الفراخ بإذن الله. هعمل بقى البصلة بتاعي البطاطس، خدت التحميره كده بالشكل ده اهي، مش هحمرها يعني، بس ريحه الثوم تطلع والبصله وخلاص بالشكل ده كده. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، هنحط الملح وفلفل، طبعا توابل البطاطس معروفه بالشكل ده كده، كمون وكزبره. هنزل بقى بالبطاطس، بسم الله، نديها تقليبة مع بعضها كده. عايزه اقول لكم والله الريحه طالعه جميله فعلا، بالتوابل دي طالعه جميله الريحه بتاعتها بالشكل ده كده. هنزل بقى عليها بالطماطم، بسم الله، هنسيبها بقى تاخد غلوتين كده لحد ما يعني ايه، وبعد كده لو احتاجت ميه بقى نحط لها الميه طبعا بتاعتها، وبرده هندخلها الفرن في الاخر كده. يكون الاكل بتاعنا طبعا هنعمل جنبه رز ابيض وسلطه والعصير كده، يبقى الاكل بتاعنا خلص. لما يخلص باذن الله ونوريها كده يا جماعه، يكون اكلنا خلص بالشكل ده اهو. الفراخ عايزه اقول لكم طالعه جميله جميله وريحتها جميله اهي، طبعا البطاطس، ومعانا سلطه ورز ابيض وعصير مانجا اهو بالشكل ده كده يا جماعه. ده كان فطرنا النهارده، يا رب بقى الفيديو يكون خف عليكم ونشوفكم دايما على خير يا رب، كل سنه وانتم طيبين.